البرلمان الألماني يعقد جلسته الأسبوعية المعتادة، لكن عمل البرلمانيين محدود للغاية جراء الهجمات الإلكترونية التي حالت دون أدائهم لمهامهم. اضطررنا لإعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر عدة مرات، واتخذنا إجراءات احتياطية حتى داخل مكاتبنا، فنحن نعلم أن قنوات الاتصال في ظل هذه الظروف لم تعد آمنة. أوضاع اضطرت النائب البرلماني للاستعانة بحاسوبه الخاص بعد حظر استخدام شبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان، سيما وأنه لم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء الهجمة الإلكترونية. من الواضح أن من يقف وراء ذلك ليس شابين أرادا إزعاج أعضاء البرلمان، بل منظمة إجرامية وربما تقف دول وراء ذلك. تمكن القراصنة من اختراق الشبكة الإلكترونية الخاصة بالبرلمان وتعقب بيانات سياسيين محددين. حدث تسريب لمعلومات، والآن يتعين استيضاح ما إذا كان بالإمكان إصلاح الشبكة أو استبدالها كليا. وفي أسوأ الأحوال سيتعين استبدال 20,000 كمبيوتر وتغيير البرامج الإلكترونية، ما قد يستغرق عدة أشهر ويكلف الملايين.